اكشن. ده كوري، راجل بيبقى شغال قناص وصياد للحيوانات المفترسة وبتاع، عشان الحيوانات المفترسة بتاكل الأغنام في المدينة اللي هو عايش فيها وبتاع. وبنعرف ان هو عايش في مدينة اسمها ويند ريفر، وبعد ما بيخلص شغل بيروح على طليقته وبياخد ابنه هناك عشان يفسحه، وبيروح يوديه يلعبه بالحصينة شوية وبتاع، وبعد كده بيروح معاه وبيوديه لجده اللي هو أبو كوري، وبيروح وبيسلموا عليه وبتاع، وبيبان على أبو كوري ان هو متعلق بحفيده جدا. وبعد كده أبو كوري بيقعد معاه وبيقول له ان المأمور اتصل وبيقول ان في أسد في الغابة وبتاع وبيقتل الحيوانات الأليفة بتاعتنا، وهو مكلفك مهمة ان انت تدور على الأسد ده وتقتله، وكوري بيوافق. وبعدها بنشوفه هو راكب الايس باجي بتاعه وبيتمشى في الغابة في وسط التلج، واثناء ما هو ماشي بيشوف اثر دم، وبياخد باله جنب اثار الدم ان في بصمات رجل اسد، فبيتأكد ان فعلا في اسد في الغابة وبتاعه، بيقرر ان هو يدور عليه، وبيبدأ ان هو يلبس بدلة الحماية بتاعته وياخد السلاح بتاعه معاه. واثناء ما هو ماشي بيلاقي جثة البنت دي، ودي بيبقى اسمها ناتالي، وبنعرف ان هي بنت واحد صاحبه، فبيقف مصدوم من المنظر وبتاع. وبعد كده بيكلم المأمور وبيقول له اللي حصل، وبيقول له ان هو بقى يبعت محققين واسعاف والكلام ده. وبعدها بشوية بتيجي دي وبيبقى اسمها جين، وبنعرف ان هي محققة من الاف بي اي، واول ما بتيجي بتبقى مش عاملة حسابها على الهدوم والجو بيبقى برد وبتاع، فبياخدوها على بيت المأمور والمأمور بيرحب بيها، ومرات المأمور بتدي له هدوم تقيلة من عندها عشان تلبسها عشان الجو وبتاع. وبعدها بياخدوا بعضهم وبيطلعوا على مسرح الجريمة، وهناك كوري بيشرح لجين ايه الاحتمالات اللي مش عارف ايه والمنطقة، وبيبان عليه ان هو دارس الدايرة اللي حواليه كويس جدا، وبيقول لها كمان ان في واحد هنا اسمه سام بيته قريب من مسرح الجريمة، فبتقول له ماشي تمام ومش عارف ايه. وبعد كده المأمور يتكلم معهم شوية، وبعد كده جين بتبقى شايفة ان كوري عارف حاجات كتير هنا وبتاع، فبتطلب منه ان هو يساعدها في التحقيق وهو بيوافق. وبعد كده جين بتروح على معمل الطبيب الشرعي وبتسأل الطبيب الشرعي عن ان الوفاة تمت ازاي وبتاع، فبيقول لها عن طريق انفجار في الرئة، ولكن بعد الانفجار في الرئة حصل اعتداء عشان في حاجة معينة في صوابعها، دليل على انها كانت بتجري في التلج لفترة طويلة. فجين بتسأله ان هو حقيقة حادث الوفاة ان هي قتله وبتاع، فبيقول لها لا عشان انا قدامي التقرير عملته ان هو الرئة انفجرت قبل الاعتداء، مش بيوافق ان هو يعملها جريمة قتل، وبيقول لها ان هو كده كده بعت التقرير بتاعه. وبعد كده بياخدوا بعضهم وبيروحوا على بيت ابو ناتالي عشان ياخدوا اقواله ويحققوا معاه، وهناك بيقول لهم ان هو اصلا بنته ما كانتش عايشة معاه وان هي كانت عايشة برا. فجين بتبدا ان هي تتعصب عليه وتلومه عشان هو مهمل وبتاع، فبيقول لها انا مش مهمل، انا اديتها الاختيار وهي استخدمت حرية اختيارها لنفسها، وبيسيبها وبيطلع يقف برا البيت. وبعدها كوري بيقف معاه بيعزيه وبيواسيه وبتاع، وابو ناتالي بيقول له ان انتوا لازم تدوروا على القاتل ده، وكوري بيقول له طبعا هنلاقيه وده واجبنا وبتاع. وبعد كده بنشوفهم هم رايحين على بيت واحد اسمه سام، وده بيبقى ساكن قريب من مسرح الجريمه، وبنعرف ان سام دوت بيضرب مخدرات وبتاع ومش عارف ايه، وبيبقى مفكر ان هم جايين عشان يقبضوا عليه، فبيدخل جوه وبيطلع سلاحه وبتاع، بس في الاخر جين بتنجح ان هي تقتله. وكوري بيبقى على الناحيه التانية من البيت وبيمسك اتنين بيبقوا عايزين يهربوا، وبنعرف ان من الاتنين اللي كانوا عايزين يهربوا دول فيهم واحد يبقى اخو ناتالي، وبيبقى اسمه تشيب، وبيبقى زعلان جدا وبيفضل يعيط لما بيعرف ان اخته ماتت. واثناء ما هم بيحققوا معاهم وبتاع، كوري بياخد باله من اثار عجل موتوسيكل بيبقى متجه ناحيه جبل، وبيجيب النضاره وبيبص هناك، وبعد كده بيقرر ان هو يمشي ورا اثار الموتوسيكل ده، وفعلا بيركب الموتوسيكل بتاعه وبيروح على هناك، وهو في الطريق الموتوسيكل بتاعه مش بيستحمل، فبيقرر ان هو يكمل الطريق مشي. وبياخد السلاح بتاعه، واثناء ما هو ماشي بياخد باله من جثه تانية ميته، وبيبان على الجثه دي ان هي ميته من مده كبيره، فبيطلع تليفونه وبيكلم المأمور وبيقول له على اللي شافه. وبيجي الليل وبنشوفهم ان هم عملوا مسرح جريمه في مكان الجثه الجديده، وبنشوف المأمور وجين وكوري وهم واقفين مع بعض، وكوري بيسأل جين وصلت لإيه في التحقيق وبتاع، فبتقول له العيال مش عايزة تتكلم. فكوري بيروح لتشيب أخو ناتالي وبتاعه، بيحاول إن هو يأثر عليه وبيقول له حاول تساعدنا إن إحنا نلاقي اللي قتل أختك. فتشيب بيتأثر وبتاعه ومش عارف إيه، وبعد كده بيقول له إن أخته كانت عايشة مع البوي فريند بتاعها وبيبقى اسمه مات، وكوري بيحاول يعرف معلومات أكتر عنه وبتاع، وتشيب بيقول له إن هو ما قابلهوش غير مرة واحدة بس، والمرة الوحيدة دي ما قعدش معاه وقت كبير. فكوري بيرجع للمأمور وبيقول له وبتاع، فالمأمور بيقول له تمام جهز نفسك ان انت من بكره هتبدا تدور على اللي اسمه ماك ده. ماك ايه يابا؟ مات. اعمل لايك بالحب بقى يا اسطى. واثناء ما هو مروح بيعدي على طليقته وبتاع عشان يطمن على ابنه، وهي لما بتشوف ان هو معاه حكومه كتير وبتاع ومش عارف ايه، وهي بتبقى متضايقه من دوت. وهناك كمان بنعرف ان هو مش من حقه ان هو يبقى مع الحكومه، بس هو معاهم عشان هو عايز حاجه معينه، بس مش بنعرف ايه هي الحاجه المعينه دي. وبعد كده بيسيبها وبيروح على بيته، وبيلاقي جين مستنيه هناك عند البيت بتاعه، وبتقول له ان البصمات طلعت وبتاعه ومش عارف ايه، وان الطبيب الشرعي
بيقول ان البصمات دي راجع لحد اسمه مات. فبيقول لها تمام عسل قوي بقى الكلام ده، تعالي بقى انخش جوه عشان طبعا الجو برد وبتاع، تفهمنيش غلط يا اسطى احنا صايمين. المهم لما بيدخلوا جوه وبتاع بتشوف صوره بنت على الحيطه وبتساله مين دي، وبنعرف ان الصوره دي صوره بنته وان هي ماتت من سنتين. وبيقول لها ان بنته ماتت بنفس الطريقه اللي ناتالي ماتت بيها، وعشان كده احنا دايما بنشوفه مع فريق المحققين عشان هو عايز يعرف مين القاتل، عشان القاتل اللي قتل ناتالي اكيد هو اللي قتل بنته. وبنعرف ان ده السبب اللي هو ومراته اتطلقوا عشانه، ان هو ما عرفش يحمي بنته. وجين بتعتذر له ان هي فكرته بماضي قليم وبتاع وذكريات بتوجعه. المهم ان قال لها ايه مفيش اي حاجه وبتاع والدنيا جميله. وتاني يوم بيروح على المكان بتاع مات ومش بيلاقوه هناك، والمامور بيقول لهم نروح وبتاع ونفضل ندور، وفي نفس الوقت هنبقى نرجع له تاني في نفس المكان ده بعدين. فبيقولوا له تمام وبتاع. وبعد كده كوري بياخد الموتوسيكل بتاعه وبيبدا يطلع على مسرح الجريمه، بس هو ماشي بيلاقي اثار الموتوسيكل لسه معديه دلوقتي. فبيفضل ماشي ورا الموتوسيكل لحد ما بيلاقي مكان مستخبي فيه تلات اسوده، فبيعرف ان الاسوده دي والمكان ده ليه علاقه بمات. وبيفضل مكمل ورا اثار الموتوسيكل وبتاع لحد ما في الاخر بيرجع تاني للمكان اللي هم راحوا لمات عنده في اول مره. وبعد كده بنرجع للمأمور وجين وهم واقفين عند المكان اللي المفروض بيقعد فيه مايك، وبيجي عليهم الرجاله اللي هم اصحاب المكان وبتاع، وكلهم بيرفعوا على بعض المسدسات وبيبقى فيه سوء تفاهم، لحد ما في الاخر جين بتقدر ان هي تمتص الموقف وبتاع وبتسيطر عليه بهدوء. وبعد ما كله بينزل مسدساته وبيهدى بيسالوهم عن مات، بس هم بيقولوا له ان هو بقاله 3 ايام مش بيجي. بس جين وهي بتقرب من باب الكونتينر بيجي لها رصاصه من جوه بتطيرها، بس مش بتموت عشان بتبقى لابسه واقي للرصاص. وبعدها بتقوم مجزره والطرفين بيفضلوا يضربوا النار في بعض، وكوري بيبقى جاي من بعيد وبيقتلهم كلهم. وفي الاخر بينقذ جين وبيدخلها الكونتينر عشان تستريح وبيطلب لها الاسعاف. ولما بيطلع بره بيكون فيه لسه واحد من العصابه عايش، وكوري بيضربه بظهر البندقيه على دماغه وبيغمى عليه. ولما بيفوق بنعرف ان اسمه كورتكس، وكوري بيساله عن مكان مات. فكورتكس بيقول له مش مات اللي قتل ناتالي، مات اللي كان بيدافع عن ناتالي ساعه ما احنا كنا عايزين نقتلها، وعشان هو الوحيد اللي شاف الجريمه فاحنا قتلناه ورميناه للديابه عشان تاكله وتخلصنا منه. فكوري بيتضايق من الكلام اللي قاله كورتكس، وبعد كده بيقدره وبيقلعه الجزمه وبيخليه يجري في التلج وبيقول له لو وقفت انا هضربك بالنار، وده عشان يخليه يحس بالعذاب اللي ناتالي وبنته حسوا بيه ساعه ما ماتوا. والراجل بيفضل يجري لحد ما في الاخر رئته بتنفجر وبينزف وبيموت. وبعدها بيسيبه وبيروح لجين المستشفى عشان يطمن عليها، وهي بتشكره ان هو انقذ حياتها. وبعد كده بيسيبها وبيروح على بيت مارتن ابو ناتالي، وبيخش البيت جوه مش بيلاقيه وبتاعه، بيلاقي مامتها وهي نايمه فبيسيبها وبيمشي. ولما بيطلع بره البيت بيلاقي مارتن ابو ناتالي بيبقى قاعد ناحيه الجنينه في المكان اللي ناتالي كانت بتحب تقعد فيه وهي صغيره، وبنلاقيه دهن وشه بعلم بلده وبتاعه. في اخر الفيلم بنعرف ان ديت قصه حقيقيه عشان الامريكيين الاصليين صحاب الارض مضطهدين وبتاع، وان سكان امريكا الاصليين لما حد منهم بيبقى مفقود محدش من الجهات الحكوميه بيتحرك عشانهم. فايدي في امريكا بقى بره عننا، احنا دي مش قصتنا. احنا قصتنا بقى دلوقتي هنا صاحب ان انت تعمل لايك سبسكرايب تفعل زر الجرس تتفرج على اللي فات تستنى اللي جاي بتاع مش عارف ايه، فاهم يعني؟ مش عارف يعني لو ده اتذاع في رمضان فرمضان كريم، لو اتذاع بعد رمضان فعيد سعيد، لو اتذاع بعد العيد ففاهم يعني احلى مسا عليك باي وقت يعني فاهم. وكات الفيديو ده على ورقه وقلم احمد فارس وحنجره احمد فارس بتاع سيكولوجي بالعربي انا اهو، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.